مباشرة إلى هناك حيث استقبال المتسابقين. مشاري، حياك الله يا عبد الله. يا هلا وسهلا يا مشاري، مين معك؟ معاي المبدع الجميل المميز عمر مستفيض فخر الزمان. حياك الله يا عمر. الله يحييك. شو أخبارك يا عمر؟ الحمد لله طيب. علومك اليوم الأمور تمام؟ الحمد لله. الحمد لله، أنت اليوم جميل وتسلمتك جميلة وظهورك رائع، تدري؟ عمر جاهز لوقوفك أمام اللجنة اليوم؟ إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، والجمهور كذلك جاهز وينتظر إبداعك. عمر، اللجنة في انتظارك. عمر مستفيض فخر الزمان. عندها جنة المأوى. مع الشيخ عبد الرحمن. عمر فخر الزمان هو أصغر متسابق عندي من المتسابقين المرشحين. قراءته جيدة، صوته جميل، ثقته بنفسه عالية. إنك أنت علام الغيوب. جميل يا عمر، جميل، بس لازم تسمع أكثر، تسمع للشيخ محمد أيوب أكثر، تحاول تقلد صوته، أبغاك تسمع صوته، أبغى صوته يخش في إذنك كذا بقوة، يعني لما تقرأ أنت ها ما أنت مقلد مرة. أملا سنابل به تعلو مراتبنا، فيا طوبى لمن حملا. وطيبة في سنابلها تباهي الكون مكتملا. سنابل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها،
أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ما شاء الله. أهلا يا عمر. مرحبا يا عمر. ما شاء الله ما شاء الله. ذكرني بعمرك مرة ثانية. 11 ولا 10 سنين عمرك؟ 11. طيب شيخ يوسف. ما شاء الله عليك يا عمر. يعني جمال في القراءة وجمال في الوقفة وجمال في الشخصية. كل شيء ما شاء الله أنيق. يعني إذا كان هناك ملاحظات، وقبل الملاحظات حقيقة يعني ما شاء الله يتميز عمر بحاجة يعني أعجبتني فيه، اللي هو التزامه بدقة المد. يعني ما شاء الله الأربع حركات متابعها أنا واحدة واحدة، يعني ضابطها على صغر سنه والنفس. إلا أنه التوسط، يعني التوسط هذا يعني أربع حركات بحالة ما يخليها، يعني حتى ويقرب المد المنفصل يعني ذلك على صغر سنة، لأنه من ضبط المد. الأحكام التجويد أيضا الغنن كان متميز فيها. إذا كان من الملاحظات، الملاحظة التجويدية في إن كنت قلته كان الهمس ضعيف جدا، كنت كان ضعيف جدا. كذلك من الملحوظات اللي لاحظتها عليك يا عمر، أنك كأنك تقرأ الآيات، يعني تقرأ آية لحالها تعطيها نغم، تنتقل الآية الثانية كأنك ما كأنك أنت اللي تقرأ، يعني بنغم ثاني مختلف. تنتقل الثالثة تكون ختام الآيات مختلف عن الآيات اللي بعدها. المفروض أن يكون هناك تناسق في ربط الآيات ببعض. أفضل منك مثلا يعني عندما قلت ما كنت قلته فقد علمته، إنك أنت علام الغيوب. إيش اللي بعدها؟ إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. كان الآية اللي قبلها والآية هذه كأنك تقرأ آية ثانية، كأنك قمت ورحت وجيت بدأت من جديد. فكان هناك يعني ما في تناسق بين ربط الآيات ببعض. تمنيت أنك تهتم بهذا أكثر حتى أنها تضبط، لكن ما شاء الله يعني حقيقة تميز. شكرا شيخ يوسف. الشيخ صابر، تعليقك على عمر ثاني متسابق من فريق شيخ عبد الرحمن. أنا يعني سعيد ومبسوط أني أسمع واحد مثل عمر في سنه بهذا الأداء الجميل. أنا أقول سبحان الله، يعني أدور له بالنسبة لسني أدوله على أخطاء في التجويد بارزة جلية، ما عنده أشياء جلية في التجويد، فصاحة في الحروف وما شاء الله ودقة وضبط. وأزيد على ما قال الأستاذ يوسف، مو بس المدود والغنى المتناسقة وضبط حقيقة في الحروف. يمكن التفاوت هذا اللي ذكره الأستاذ يوسف، كان عمر أحيانا يطلع في اللجنة كده يعني كأنه يشوف يعني يشوف راضين ولا لا، راضين ولا مراضين، ويسرح شوي يمكن ثانية ولا شيء، ثم يبدأ مرة ثانية، يبدأ بداية جديدة. لكن على سبيل المثال قال فإن، أنا أعتقد أنه استفاد كثيرا من تنبيهات الشيخ يوسف في عدم إطباق الشفتين في الغنة، غنة النون والميم أو النون المشددة. يمكن فاتت منه فقط فإنهم عبادك مثلا أو شيء خفيف زي هذا. لما قلت رضي الله عنهم ورضوا عنه، قلت رضي الله عنهم ورضوا هكذا، قل ورضوا غير ورضوا، كأنها كلمة واحدة لكن هي الواو كلمة، ورضوا كلمة. لما نزلت بالصوت وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كانت نزلة جميلة. ثم رفعت قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، كان جدا رفع. أنا أقول لك يا عمر، والله أنا متأكد أن من يشاهدنا الآن يفخر ويتمنى أن يكون له ابن مثلك يقرأ القرآن بهذا الجمال. أسأل الله يفتح عليك ويبارك فيك. بلا شك. شكرا للشيخ صابر، شكرا للشيخ يوسف. استريح يا عمر مع زميلك مع فريق الشيخ عبد الرحمن. طيب أنا الشيخ عبد الرحمن بسألك سؤال سريع. أنت الملاحظة حقت التوسط المد نبهت عليها عمر في التدريبات؟ لا حقيقة هذا الشيء أنا لاحظته في عمر من أول ما أتى للمسابقة. فإذا يذكروا التقييم الأول لعمر في المسابقة، ذكرت له أن أنت ما شاء الله مدودك كاملة وغننك كاملة من ناحية
التوقيت ما شاء الله. فهذه شاء الله. الأمر أنا يعني ما اشتغلت فيه، هذا من عند أستاذك معلمة. من شيخك عمر مستفيد طبعا، هذا الشيخ مستفيد، هذا والد عمر ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. نعم شيخه هو أبوه. الله طيب.